الحمد لله اخيرا الساكنه استبشرات خير بانه مني ما تقوا ما تشافوا هذا الهديم وهذا الترياب قالوا شنو هذا الشيء قالوا المستعجلات الحمد لله استبشر خير بولوج الامن وبسميتو بهذا المستعجلات وفعلا راه غادا تفك واحد شويه العزله لان الناس كانت محنه ديما غادا تالبرشيد ومني ما كيلقاو شي حاجه في برشيد كيصيفطوهم سطات من بعد سطات كيولي غادي عاوتاني راجع بنادم حتى الموريس يقول الدار البيضاء فكان واحد المعاناه كانت معاناه كبيره بالنسبه للساكنه ديال الدروه وهانتم كتشوفوا السبيطار هو باقي مسدود دابا دابا يلاه الوحده ولا الجوج هو مسدود دابا ما كاين حتى حاجه ما كاين وتجويد الخدمات ما كاينش شي خدمات ولا احنا ما كنطعنوش فيهم هذا الواقع هذا هو الواقع هذا هو الواقع صراحه كان واحد شويه ديال الاهمال وديال العجز ديال بعض الرؤساء الرئيس الاول اللي داز ديال العداله والتنميه والرئيس الثاني اللي داز ديال البام فصراحه ماشي غادي نطعنوا فيهم لانهم ما كاينينش ولكن الواقع هملوا شويه هاد الملفات هملوهم شويه وما جراوش عليهم بار كونتر هاد السيد هذا كيجري كيهز الملفات وكيمشي يجري وكيتصل بالناس وعلاقات والسلطات حتى هو حتى السيد العامل حتى هو الله يجازيه بخير راه خدام مع الدروه والحمد لله راه كاينه واحد التحركات في عهد ديال كمال الشرقاوي ديال الرئيس السبب هو هذا الرئيس كيف ما قلت سابقا وراه كان الاعلام جا هنايا وكنا صرحنا هذا التصريح هذا فالصراحه هذا الرئيس هذا رغم اختلاف ولا ربما كاين بعض المسائل اخرى ولكن خدم راه انا اللي تيبان لي بحكم انني متتبع ومهتم بحكم انني مارست هذا الشان المحلي فهو يعني كيبان لي دابا واحد ربعه الملفات ولا خمسه كانوا في الرفوف ديال الاداره ديال الجماعه شبعاني نغبره جا هو جبدهم منهم هذا المارشي اللي هو سوق مركزي ومنهم مركب رياضي اللي هو خدم عليه هو الحاج احمد السيبي بحكم ان الحاج احمد السيبي عضو في الجامعه وقسم المستعجلات وهذا الملف اللي هو كان ثقيل بزاف اللي هو ولوج الامن هذه المدينه مفوضيه ديال الشرطه واللي اعلنوا عليه في العيد ديال 16 ماي في العيد ديال الاسره ديال الامن الوطني من هنا الواحد عام ونص انا كيبان لي على الا مشاو هاد الملفات وتخدموا بالمعقول من هنا الواحد عام ونص ولا عامين غادا تقلب الدرو غادي يولي يبان عليها الاثار ديال المدينه وغتولي فيها شويه الحضاره وغادا تنقى خصوصا مع الامن لان المدينه صغيره والامن غادي يجي يعني غادي يكون واحد غادي يكونوا عمليات استباقيه اللي غادي يخلي المدينه نقيه.